بالك انت خليك كده. لو حقك شايفه جالك من اللي اتفرع وخانك وحرمك من الامان، لو راضي في نص الثوره وخايف من المغامره ما تنزلش الميدان. دي ادله على اتهام محمد البوذا بتحريض الناس ضد الثوره. الكلام ده صحيح ولا ما تنزلش الميدان؟ لا هي ما تنزلش الميدان، انا مش دول كنت بقى. خلينا قبل ما تعيش يا معانا مفاجاه ليك، معانا اتصال تليفوني من نجم الاغنيه ونجم المغني شريف اسماعيل. مساء الفل يا شريف. ازيك عامل ايه؟ على فكرة انتوا الاثنين، لا على فكرة انتوا الاثنين دلوقتي متهمين ان انتوا بتحرضوا الناس ان هي ما تنزلش الميدان. ما انت هتفهمنا بقى، احنا ما كلمناش تفهمنا بقى. لا عم انت صاحبي بقى، يعني دي الحل بقى من حاجة. جبتش حاجة من عندي؟ دي حقيقة فعلا والله يا سيف، بعد ما تحقق لهم ده فاجر. ايوه والله انا قبل حتى ما اعرفه بقى ما كنتش اعرف حتى عمري ما نسيتك كلمات مين، قلت يا ربنا مين ده مين ده. صدقت بقى جبته يا جماعه. احكي لي اكتر يا شريف عن التجربه دي، فكرت فيها ازاي انت ومحمد وهتغنى لنا طبعا حته منها؟ انا بس عندي مشكله صغيره ان الصوت مش واضح. بقول لك احكي لي اكتر عن تجربه ما تنزلش الميدان، جات لك الفكره ازاي مع محمد؟ حسيت بايه لما محمد قال لك الكلمات دي؟ يعني احكي لي اكتر عن تجربه ما تنزلش الميدان. هقول لك حاجه، هو طول الوقت لو عندنا حكيت كده بالنسبه للصوره بالذات، احنا طول الوقت بالظبط.